عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل 28 ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع صناعة الأثاث والأخشاب. ودعا الخبراء خلال الورشة بزيادة مساحات الغابات الشجرية اعتمادا على مشروعات معالجة مياه الصرف الثنائية والثلاثية، باعتبار ذلك العمل الأهم لدعم صناعة الأثاث بتوفير مستلزمات الإنتاج. في سوق المال تبانت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية التعاملات مع اتجاه المستثمرين المصريين نحو الشراء مقابل مبيعات للعرب والأجانب. سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة داخل المقصورة نحو 689 مليار و700 مليون جنيه وسط تداولات بلغت نحو 2.2 مليار مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10287 نقطة وتراجع بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 10178 نقطة. فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2110 نقاط وارتفع بنسبة 62% ليغلق عند مستوى 2224 نقطة. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3171 نقطة ليرتفع بنسبة 36% ويغلق عند مستوى 3183 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 19 جنيه و13 قرشا للشراء و19 جنيه و24 قرشا للبيع. أما بالنسبة لسعر اليورو فوصل سعره إلى 19 جنيه و5 قروش للشراء و19 جنيه و17 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 22 جنيه و47 قرشا للشراء و22 جنيه و60 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية فوصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيهات و20 قرشا للشراء و5 جنيهات و24 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي وصل سعره إلى 5 جنيهات و9 قروش للشراء و5 جنيهات و12 قرشا للبيع. أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض على خلفية توخي المستثمرين الحذر في أعقاب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول التي أشار فيها إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى تجديد السياسة النقدية لبعض الوقت للسيطرة على التضخم. واقتطفت الأسواق الخليجية أثر الأسواق العالمية إذ تعرضت لضغوط نزولية مع شعور المستثمرين بالقلق إزاء قطامة توقعات النمو. وانخفض المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 0.5%، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي ببورصة الكويت بنسبة 1.9%. ألغيت نحو 60 رحلة في مطار لشبونة في اليوم الأخير من إضراب ينفذه عمال ما أربك رحلات السفر الصيفية بالمطارات الرئيسة. وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني للعاملين بالطيران المدني إن نحو 90% من عمال الشحن والتفريغ في مطاري لشبونة وبورتو يشاركون في الإضراب الذي استمر 3 أيام، حيث يطالب العمال بزيادة أجر الإجازات المدفوعة وتحسين الترقي الوظيفي. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لدينا وريهام لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا فاطمة.